السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة في جعبة إفادة. اليوم إن شاء الله عندنا الكتاب المدرسي المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي، صفحة 49. دابا هذا أول فيديو إن شاء الله غيكون في الوحدة الثانية. إذا غادي ندخل معكم واحد المعلومة اللي أنا جاوني بزاف ديال تعليقات بانني مخربقه ترقيم ديال الصفحات ديال الوحده الاولى، ولكن هذا الشيء ماشي بالصح. انا خدمت الوحده الاولى بالطبعه ديال 2019، والطبعه ديال 2019 هذاك هو الترقيم ديال الصفحات ديالها. الطبعه ديال 2020 هما دخلوا عليها جديد، بدلوا بعض التمارين وزادوا بعض التمارين وحيدوا شي حاجه ونقصوا شي حاجه. هذاك الشيء علاش كان الترقيم ديال الصفحات مغاير ما بين الطبعه ديال 2019 والطبعه ديال 2020. انا بغيت نصحح هذه المعلومه. بزاف ديال الناس كانوا تيجوني بتعاليق تيقول لك راه كاين نتيا دايره الصفحه مثلا 45 وحنا في 43، ولكن ماشي انا اللي مخربقه الصفحات. هذه الطبعه ديال 2019 هي هكا. دابا انا حاولت ان شاء الله هاد الوحدات ديال الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه غادي نكملها معكم في الطبعه ديال 2020، وهذا هو اول فيديو تنخدمو في الوحده الثانيه بالطبعه الجديده. غادي ندير معكم واحد الاتفاق ولا واحد المعلومه نقولها لكم نتوما. هذه كيف ما تلاحظوا هذه الحكايه، هذه اول حكايه كاينه في الوحده الثانيه وهي نصيحه الببغاء. احنا بغينا هاد النوع من الحكايات. بالنسبه للحكايات بالنسبه للنصوص غادي نخدموهم واحد الخدمه اللي تكون يستفدوا منها التلاميذ ويعطوهم واحد الفكره ويعطوهم واحد الباجاج واحد الفوكابولير فراسهم بالنسبه للغه العربيه. اذا حنا هذه الحكايه ما بغيناش نديروا لها مرور الكرام غير نقراو الحكايه ونقولوا شنو تتشوفوا في المشاهد، لا، حنا بغينا نستافدوا منها، نعرفوا الحكايه علاش تتهضر، على من تتكلم، اي الشخصيات والمكان والزمان وشنو وقع في الاول وشنو وقع في الاخير، وناخذوا منها عبره ومعلومه. واللي بغى هاد النموذج بحال هكا نخدموا معاهم خليوا لي التعليق في الكومونتير، خليوا لي الكومونتير في الفيديو باش نعرف واش بغيتوا بحال ولا غير نقرا الحكايه ونلاحظوا المشاهد فقط. اذا اول حاجه غادي نديروها الاحظ واتوقع. كيف ما شفنا هنا عطاونا اربعه ديال المشاهد، أربعة صور، وحنا إلى شفنا وشاهدنا هاد الصور الأربعة مزيان غنقدرو نتوقعو شنو غيوقع في هاد الحكاية. عندنا المشهد الأول، المشهد الأول كيف ما شفناه وهو عبارة عن مشهد فيه أنواع من الحيوانات، منها طيور ومنها حيوانات أخرى، والمكان التواجد ديال هاد الحيوانات كيفما تلاحظوا بان هذه هي الغابه 100%، هذه هي الغابه لان الحيوانات والطيور تعيش في الغابه، هي المكان المأوى ديالها الغابه. في المشهد الثاني هنا الطيور مختلفه كما تنقولوا، اللقالق والبجع والحمام والطائر والارانب. هنا في المشهد الثاني تنشوفوا هاد الطيور تتشوف هاد الطائر، معنى كاين واحد النوع من الحوار، معنى تيتكلموا مع بعضياتهم تيتفقوا على شي حاجه تيقولوا شي حاجه، وفي نفس الوقت كاينين في الغابه. اذا غنشوفوا المشهد الثالث. المشهد الثالث كيف ما شفناه تتبان لينا هنايا مازالين في الغابه ونفس الطيور، ولكن هنا تيقوموا بعض الاعمال، مثلا شوفوا هاد الطائر تيدير شي حاجه بنوع من سميتو التراب، تراب مبلل،
هذه البجعه تتحمل التراب ليه، هذه حمامه تتهز بالمنقار ديالها بضعه اعواد، وهذا الطائر تيهز واحد مجموعه من الريش الصغير تيقوموا بشي عمل. هنا في المشهد الرابع كما تنشاهدوا بانهم هاد الطيور كاملين كاينين في واحد المكان عباره عن منزل، ولا ها هو الباب، والباب يطل على الغابه. ها هي الغابه الاشجار، هما فرحانين كما تنشوفوا بانهم الفرح يبدو عليهم الفرح، حاطين قدامهم الغذاء الاكل ديالهم. اذا هنا عرفنا اشنو وقع في الحكايه من خلال المشاهد الاربعه، عرفنا شكون هما الشخصيات ديال الحكايه وهما هاد الطيور هادو. دابا غادي ندخلو ونعرفوا اشنو اللي وقع في هاد المشاهد الاربع. اذا انا استحبيت باش نحط لكم الحكايه وانتم غادي تتبعوا معايا، لان غتكون اسئله واجوبه من خلال هاد الحكايه. نصيحه الببغاء. سقطت الثلوج كيف ما شفنا في المشهد، سقطت الثلوج وامست الحياه قاسيه لا تحتمل عند سكان الغابه، واخذ كل واحد يفكر في ايجاد مأوى دافئ له. تعاونت الارانب وحفرت انفاقا عميقه تحت الارض، اما اللقالق البيضاء فهاجرت بعيدا بحثا عن الشمس، يؤازر بعضها بعضا. ولم يبق في الغابة غير ثلاثة طيور لم تهتدي إلى وسيلة تنقذها من قسوة الشتاء وثلوجه المتساقط. إذن الفقرة الثانية، هذه كيف ملحنا الفقرة الأولى. شنو قالوا لنا في الفقرة الأولى؟ غادي نشرحوا الفقرة الأولى. قالنا سقطت الثلوج. الثلوج كيف ما شفنا هنا في المشهد بأن الأرض بيضاء والأشجار نوع بيضاء، لأن تسقط الثلوج، تسقط الثلوج يخلي الغابة بيضاء لأن الثلج أبيض. أمست الحياة قاسية لا تحتمل عند سكان الغابة، معنى الحياة ولات قاسية ما تيقدروش لأن الجو بارد وبارد جدا. وأخذ كل واحد يفكر في إيجاد مأوى دافئ له، كل واحد من دوك الحيوانات ودوك الطيور اللي كاينين في الغابة تيفكر كيفاش يلقى شي بلاصة مأوى، معنى منزل، مكان اللي يقدر يلقى فيه الدفء. تعاونت الأرانب وحفرت أنفاقا، إذا الأرانب دارت شنو دارت؟ الأرانب عندها إمكانية بأنها تحفر، حفرات في الأرض ولقات أنفاق عميقة تحت الأرض باش تخبى وتدفى تحت الأرض. أما اللقالق، اللقالق هي هادي، هادو هما اللقالق كما تنشوفهم طايرين. أما اللقالق البيضاء فهاجرت بعيدا بحثا عن الشمس، يؤازر بعضها بعضا. اللقالق طارت مشات لشي مكان بعيد تقلب على الشمس، لأن هاد الغابة اللي عايشين فيها طاح فيها التلج ولات باردة، مشات هاد الطيور هاجرات، معنا طارت لواحد المكان بعيد، لأن تنعرفوا الطيور بأن عندها تهاجر، عندها الهجرة، مشات لواحد المكان بعيد اللي تقلب على الشمس وتآزر بعضها بعض. ولم يبقى في الغابة غير ثلاثة طيور لم تهتدي إلى وسيلة تنقذها من قسوة الشتاء وثلوجه المتساقطة. إذا شكون اللي بقى في الغابة؟ بقاو غير ثلاثة طيور، هما هادو، ما لقاتش بلاصة اللي تخبى فيها وتلقى المأوى ولقى المكان دافئ، هما اللي بقاو ما لقاو حتى شي وسيلة اللي يقدروا يلقاو شي مأوى. تنقذها من قسوة الشتاء، وكيف ما نعرفوا بأن الثلوج تتساقط في فصل الشتاء، كاين السنة فيها أربعة فصول، فصل الصيف اللي يكون فيه الحرارة مرتفعة، وفصل الخريف يتساقط فيه تكون الجو معتدل، فيه يحرث الفلاح أرضه وفيه تتساقط أوراق أشجار. من بعد تيجي فصل الربيع تكتسي الأشجار حلة جديدة، تولي الأشجار فيها داك الأوراق، لأن فصل الخريف اللي قبل
طاحت ليها الاوراق ديالها، ما بقاوش عندها الاوراق ديالها. فصل الربيع تنبت اوراق جديده، ولكن ما بين الخريف والربيع كاين فصل الشتاء، هو الفصل الذي تتساقط فيه الثلوج وترتفع وتنخفض فيه درجة الحرارة. تنخفض هي تتنزل الحرارة، تتولي البرد، أما ترتفع الحرارة في فصل الصيف. إذا نمشيو الفقرة الثانية. الفقرات تيبداو ملي تتشوفوا هاد الكتبة الأولى داخلة لهاد الشيء. الفقرة الأولى هذه الفقرة الثانية. اجتمعت الطيور الثلاثة تحت الشجرة الكبيرة محتمية بأغصانها بعد أن سقطت بيوتها، لأن هنا هاد الطيور محتمية تحت هاد الشجرة بعد من المنازل ديالها خسرت بالبرد والثلج، ولم تجد مكانا تأوي إليه. تكلم العصفور المغطى بالثلوج، هذا هو العصفور المغطى بالثلوج، هذا هو العصفور الصغير فيهم. تكلم العصفور المغطى بالثلوج وهو يرتعد قائلا، يرتعد من البرد، قال بنيت بيتا من الريش الملون، كان دافئا لكن الماء الذي تسرب إليه هدم جدرانه فوق رأسي. تجف من البرد. أعقبت الحمامة مرتجفة، إذن هذه هي الحمامة تهي ترتجف من البرد. أعقبت الحمامة المرتجفة، جمعت الأعواد من هنا وهناك وبنيت بيتا جميلا، لكن الهواء البارد تسرب إليه من خلال الثقوب فأمس باردا لا يحتمل. قلت له حتى أنا جمعت الأعواد من هنا ومن هنا ومن هنا وبنيت واحد البيت جميل، ولكن البرد تسرب إليه من خلال الثقوب فأمسى تخلي البرد من الثقب اللي كاين بين الأعواد. ثم سكتت ومنقارها لا زال يرتجف، منقارها معنى بحال اللي تنديرو حنايا بقوة من شدة البرد. قالت البجع، إذا هذه هي البجع، هذا البجع وهذه الحمامة وهذا الطائر الصغير، هذا العصفور الصغير. قالت البجع وجسمها ملطخ بالطين، ملطخ بالطين معنى التراب، التراب المبلل. من طين النهر بنيت بيتا من أجمل البيوت، من طين ديال النهر جبت طين ودرت بيت جميل، ولكن جدرانه تساقطت علي عندما تراكمت عليها الثلوج، ولكن طاح عليا الجدران ديالو لأن طاحت عليه الثلج وتقلات وطاح عليا. ثم صمت الجميع، ثلاثة بهم سكتوا متألمين على بيوتهم المتهدمين، مساكن مقلقين متهدمين. إذن هنا الفقرة الثالثة. فجأة هي على بغتة، واحد شوية بان شي حاجة، ظهر ببغاء جميل حط على غصن قريب منهم. كما تنشوف هذا هو الببغاء، هما جالسين هنا كانوا تيهضروا مع بعضياتهم. شوية ظهر على الغصن الشجرة هذا الببغاء، هذا اسمه ببغاء، نظر إليهم فعرف أنهم يعانون مشكلة. شاف فيهم عرفهم بأن عندهم شي مشكلة، مشكلة كبيرة. سألهم عن مشكلتهم فأخبروه بسرعة، سولهم وخبروه شنو وقع لكل واحد. فكر الببغاء ثم قال، فكر شنو هو يقول لهم، بتعاونكم تبنون بيوتا لا تتهدم، تصمد بوجه الريح والمطر. قالوا لا تعاونتوا غتبنيوا واحد البيت، بيوت ما تقدرش تهدم، تصمد زعما تصبر بوجه الريح والمطر. شكرتي، إذن هذا الفقرة الرابعة. شكرت الطيور الثلاثة الببغاء على نصيحته، وبدأ الجميع يتعاونون على بناء بيوت لهم. هنا بدأ التعاون فيما بينهم، هنا كيف ما شفنا هنا بدأوا تيديروا البيوت. البجعة تتحضر الطين المبلل، والحمامة تحضر الأعواد، والعصفور الصغير يحضر الريش باش يديروا بيت يصمد أمام الريح والبرد القارس والثلوج باش يسكنوا فيه. إذن قال لهم على بناء بيوت لهم.
البجعة تجلب الطين قلناها سابقا، والحمامة تحضر الأعواد والأخشاب الصغيرة، والعصفور يلملم الريش من كل مكان. إذا البجعة تحضر الطين، الطين هو التراب المبلل بالماء، والحمامة تحضر، احنا نقولها بالدارجة الغيس، والحمامة تحضر الأعواد والأخشاب الصغيرة، تتحضرها بالمنقار ديالها. أما العصفور يلملم الريش، تجمع من كل مكان. أما الببغاء فكان يساعده في بناء البيوت وترميمها. أما الببغاء هو اللي كان تساعده في ترميم البيت. إذن هنا عندنا كيف ما تنشوفوا، هنا فقرة أخيرة الخامسة. بعد فترة قصيرة، بعد واحد الوقت قصير، ارتفع وسط الغابة بيت كأجمل ما يكون. ارتفع بيت، بيت ديال هاد الطيور هذا، مبني بالطين ومسقف بالأخشاب ومكسون من الداخل بالريش، وفي المساء كان الجميع يتسامرون فيه بفرحة وسعادة. في المساء، كما شفنا هنايا، هو المساء، جمعوا هاد الطيور، كانوا يتسامرون، معنى تسهروا فيه بفرحة وسعادة كيف ما شفناه. إذن هذا هو النص. شنو حنايا حنا بغينا نطرحوا أسئلة. دابا عرفنا النص علاش تيتكلم، خصنا نطرحوا أسئلة. نقولوا من هم سكان الغابة، من هم سكان الغابة؟ إذن من خلال النص ولا من خلال الحكاية نعرفوا بأن سكان الغابة هم الحيوانات والطيور، هم الذين يسكنون الغابة، الحيوانات والطيور. من هم شخصية النص؟ الشخصيات اللي ذكرها في النص، شخصية النص وهو العصفور والحمامة والبجعة والببغاء. هذو الأربعة الطيور الأربعة هما شخصية النص، هما تتهضر عليهم الحكاية. ما هو الفصل المذكور في النص؟ الفصل، الفصل كنا السنة في أربعة فصول، وهو فصل الشتاء، فيه تسقط الثلوج والأمطار ويكون انخفاض في درجة الحرارة. أين اجتمعت الطيور الثلاثة؟ هنا في سميتو الأولى، اجتمعت الطيور الثلاثة تحت شجرة كبيرة. كاينه واحد الشجرة الكبيرة كاينه في الغابة، جمعت تحت منها الطيور، تيهضروا مع بعضياتهم يقولوا علاش هما فيهم البرد، وعلاش كل واحد البيت ديالو تسقط ليه بسبب ما. بماذا نصحهم الببغاء؟ بماذا نصحهم الببغاء؟ هنايا باش نصحهم الببغاء، منين نعاودوا ليه المشكل ديالو، نصحهم الببغاء بالتعاون لبناء بيوت لا تتهدم. إذن ماذا ارتفع وسط الغابة؟ ارتفع وسط الغابة بيت كأجمل ما يكون. إذن هذو هما الأسئلة من الحكاية. من هم سكان الغابة؟ سكان الغابة هم الحيوانات والطيور. من هم شخصية النص؟ شخصية النص وهم العصفور والحمامة والبجعة والببغاء. ما هو الفصل المذكور في النص؟ وهو فصل الشتاء. أين اجتمعت الطيور الثلاثة؟ اجتمعت الطيور الثلاثة تحت الشجرة الكبيرة. بماذا نصحهم الببغاء؟ نصحهم الببغاء بالتعاون لبناء بيوت لا تتهدم. ماذا ارتفع وسط الغابة؟ ارتفع وسط الغابة بيت كأجمل ما يكون. إلى هنا نكون كملنا هذا الفيديو بالنسبة للحكاية الأولى في الوحدة الثانية صفحة 49. تنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وما تنساوش دعم القناة، الحمد لله هي ولا القناة ديالكم دابا، وما تنساوش تخليونا واحد اللايك وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة، وما تنساوناش بالدعوات ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.